مرحبا وأهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من قناة المطبخ الشامي. معكم الشيف آيا، واليوم رح أقدم لكم أطيب وصفة للملفوف المحشي. رح تحضروها بقلب البيت وكتير رح تكون طيبة والكل رح يحبها. بالبداية لنحضر وصفتنا، نحن بحاجة لملفوفة كبيرة وزن 2 كيلو أو 3، وبدنا نسلقها. أنا بالعادة بسلقها بهيدا الشكل، يعني مثل ما هي ما بورقها، ورح أسلقها بس هيدي الجهة بدي إياها تكون من تحت. رح أحطها بقلب المي، وأكيد بس لما تنسلق من هيديك الجهة رح أرجع لبها للجهة التانية مثل ما شايفين بالفيديو. وأول ما تنسلق عندي دغري رح أخدها على مي باردة لحتى برد الورق تبعولها عشان ما يهدروا. ولحضر الحشوة أنا بحاجة لكبيتين كبار من الرز المصري، رح اغسله من بعد ما غسلها رح ارجع صفيها، من بعدها رح ضيف عليها اللحمة بوزن 400 جرام ورح اخلطها مع الرز لحتى تاخد على بعضها. من بعد ما اعجنها كتير منيح والرز ياخد مع اللحمة رح بلش باضافة معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من البهار الحلو وثلث كوب من الزيت النباتي، ورح نضيفهم كلياتهم سوا ونخلطهم كتير منيح. كيف ممكن نغير بالاضافات حسب الرغبة. هيك صارت جاهزة عنا الحشوة، والورق اللي سلقناه هون بردناه هون، وهيك صاروا جاهزين لحتى نبلش نلفهم. وأطيب شي بالملفوف المحشي هو لما نحشي القالب تاع الملفوفة أو البقجة، في عالم بيقولولها بقجة، ونلفه بيطلع كتير طيب. وهيك صار لازم نبلش بتجهيز الوراق، لازم نتخلص من الضلوع بهيدا الشكل. أكيد في أحجام للملفوف، في شي كبير بكون في صغير، كل حجم ورقة بنقدر نقصها بالشكل المناسب لإلها. يعني إذا الورقة كبيرة وسميكة بنقدر نقصها لثلاث أو أربع أقسام، وإذا كانت صغيرة لقسمين بتكفي. أما بالنسبة إذا الورقة كانت كبيرة ورقيقة يعني كتير مخايلة، رح نحاول نقصها بطريقة انه اذا طوينا الورقتين على بعض تحافظ شوي على سماكتها. رح كفي بتجهيز الورق الملفوف عندي كرمال من بعد ما خلص من تقطيعهم وتجهيزهم بلش دغري بلفهم. اكيد الضلوع رح احتفظ فيهم وحطهم بكعب الطنجرة ليحمول الملفوف اللي لفيناهم من النار. اما بالنسبة للف الملفوف فالضلوع البارزة عندي رح حطها من برا بهذا الشكل. والحشوة ما بدها تكون كتير كتير كمية كبيرة، يعني كمية الحشوة بدها تكون معقولة كرمال بس لما يستوى ما يطلعوا لبرا. وأكيد رح نحط الحشوة بخط مع جهة الضلوع مش بالعكس. أكيد بس لما نلف الورق بدنا نعصرهم قبل ما نصفهم بقلب الطنجرة بهيدا الشكل مثل ما شايفين بالفيديو. وكرمال بدي أحشي قلب الملفوفة فتركت مجال بالنص وشلت باقي الورق اللي لفيتهم كرمال أرجع أحطهم على الوجه. هيدي قلب الملفوفة اللي عنا رح أفتح وراقها شوي شوي كرمال ما يتقبعوا، ورح بلش بإضافة الحشوة على قلبها. من بعد ما ضيفهم رح سكر الوراق كتير منيح واضغط عليها كرمال ما ترجع تفتح ويطلعوا الرز لبرا. ارجع من بعدها ضيف الوراق اللي لفيناه هون لحتى غطي الوجه تاعها بهذا الشكل اللي مبين عندكم بقلب الفيديو. ولحتى جهز النقعة او الصوص يلي بدي ضيفه على طبختنا، انا بحاجة لثلاث حامضات معصورين وست سنان من التوم المهروسين ناعم بهيدا الشكل، وبدي ضيف الحامض اللي عصرناه فوق التوم ومعلقة كبيرة من النعنع المجفف او اليابس. وهيك بتكون جهزناها، بس لما نستعملها بتكون صارت جاهزة عنا. اول ما احط الملفوف على النار دغري رح ضيف فوقه معلقة كبيرة من الملح او حسب الرغبة، ورح ضيف المي لحتى ينغمره الملفوف عنا، وكمان رح ضيف معلقة كبيرة من زيت النباتة. وبدي حط وزن او تقالي على الملفوف، اول ما يغلو عندي رح غطيهم لحتى يستووا على مهلهم. واكيد بعد تقريبا نص ساعة او تلت ساعة رح ارجع اطل عليها ووطي النار تحتها لحتى تاخد على بعضها وتستوي. قبل ما طفي عليها للطبخة بخمس دقايق رح ضيف الصوص اللي حضرناه. هيدا الصوص اللي حضرناه هو اللي رح يعطيها طعمي كلياتها للملفوف. ومن بعد ما ضفنا الصوص كله بدنا نحرك الطنجرة بهيدا الشكل كرمال المرقة تفوت فيهم كلياتهم والطعمة كمان نفس الشي. من بعدها رح منغطيها مثل ما قلت لكم قبل ما نطفي عليها بوقت كتير قصير، منضيف هيدا الخليط لانه الحامض اذا كان على النار وقت طويل رح يمرمر. من بعد ما سكبناها رح منزينها برشة من النعناع اليابس. وهيدي هي طبختنا لليوم، عن جد كتير طيبة، بنصحكم تجربوها خصوصي اذا بتحبوا الملفوف والمحاشي. وكان معكم الشيف آيا من قناة المطبخ الشامي. اذا حبيتوا وصفتنا لليوم حطوا لايك واشتركوا بالقناة.